احكي لنا حكاية العلقة اللي خدتيها من تحية كاريوكا بعد ما كنت هتخطفي جوزها. انا عمري ما كنت اعرف فايز حلاوة ولا اعرف. انت قلتي فايز حلاوة لوحده، احنا لا ما قلناش فايز حلاوة. لا ما بعدين عرفته بقى الايام ما انا رحت لها واتضربت واتخبطت بشامبانيرة بتاعة التلج دي. انا كان انا كنت عملت رقصة معاها في معلمته، رقصة صغيرة كده بتاع دقيقة ونص. وبعدين مها صبري كنت بعمل معها فرح، فقالت لي انا النهارده رايحه اتعشى عند مدام تحيه. قلت لها الله يا ريت تاخديني معاك والنبي مها الله يرحمها. قلت لها عينيا يا حبيبتي. مسكت تليفونات الارضيه زمان كلمتها يا تحته انا جايه لك بس معايا ضيفه. قالت لها مين يا بت؟ قالت لها بت اسمها نجا فؤاد، ايه رايك فيها؟ قلت لها اه 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 والنبي هاتيها معاك، انا عايزه انصحها كم نصيحه كده. فانا فرحت روحت راكبه ما بتسوق العربيه وانا قاعده جنبها والرصيف هنا اهو، وبيت تحيه في العماره بتاعت اللي على النيل بعد الشيرتون بشويه. فهي الدور الخامس، انا بنزل من باب العربيه لقيت بتاع جردل تلج نزل على راسي، اقل تلج جايه قد كده. اتبطحت فعلا. مين اللي رامي التلج؟ تحيه كريم. ده انت لسه ما وصلتيش. ما وصلتش بس هي بص علينا مستنياني في الفرندا. وقصده يعني كان عايزه انصحها، نصحتني جامد، فطحتني مش نصحتني. امال ايه حكايه فايز حلاوه دي؟ ما اعرفه، ما شفتوش، ما شفتوش لبعدين بقى قبل ما يموت بقى بشويه، شفته مرتين في التلفزيون. عكسك كان بيحب هو يعني. كان بيحب بقى ومتجوز الله يرحمه فريق صالح بقى، وكان حياته فريال كانت صديقتي. لا ما حصلش يعني. طيب احنا كده